بنتي تعبانة كثير الآن، حولوها على عيون بحجة إنه ما في أخصائي تسمم، والآن قائمين على تحويلها بأسرع وقت ممكن. ما حدث اليوم، وصلنا على مستشفى أبو عبيدة باليوم الأمس 5 حالات أثر استنشاقهم مادة كريهة الرائحة، تم تقييمهم بالمستشفى، أخذ الفحوصات والعلامات الحيوية كانت أمورهم الحمد لله مستقرة وتم مراقبتهم بالمستشفى. اليوم تقريباً مع الساعة 8 صباحاً تبلغنا بأعداد إصابات من نفس المدرسة، وصل حتى هذه اللحظة للمستشفى ما يقارب 40 حالة. طبعاً تم تقييمهم وتم إجراء البروتوكول الطبي المناسب بعد ما أخذ العلامات الحيوية والفحوصات والصور الأشعة، كانت أغلبهم حالاتهم مستقرة الحمد لله، معظمهم غادر، ما زال قيد التقييم 15 حالة حتى الآن قيد التقييم إن شاء الله. إحنا كمجلس محافظة إربد نطالب بفريق تخصصي يقوم بتحقيق دقيق لما جرى من البارحة لحالات الاختناق اللي حصلت داخل مدرسة كريمة. الإشي اللي نحكي أو الرواية اللي هي اللي بتحدث نحكي إنه مزارع تم إنه برش مزرعته، وبعد هيك هذا الرش أثر على طالبات المدرسة، إنه من مبارح كان حالات الاختناق، ليش ما تم التعليق الدوام من مبارح؟ لوين وصل التحقيق لهي اللحظة؟ أنا هسا في بنت أخوي روحوها وهي تعبانة وهي رجعوا بدها ترجع مرة ثانية. طيب تقسم من المرض اللي فيها من التسمم اللي هي هذا حكي غير معقول يعني. بنتي تعبانة كثير والآن حولوها على عيون بحجة إنه ما في أخصائي تسمم، والآن قائمين على تحويلها بأسرع وقت ممكن.